فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي أقوام من آخر الزمان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم، نرجو من فضيلتكم توضيح لنا أوصافهم وما هو وجه المرق. هؤلاء الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل طاعة وعبادة، وأن الواحد من الصحابة يحضر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، لكن هذا العمل لا يجاوز تراقيهم، يعني ما ينزل إلى القلب والعياذ بالله، فيمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، والسهم إذا ضرب الرمية مرق بسرعة وخرج من الجانب الآخر، فهم هكذا يمرون بالإسلام مرورا سريعا كسرعة هذا السهم ثم يخرجون منه، نسأل الله العافية. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، لأنهم وإن تشددوا في الدين فهم مارقون منه، لو فتشت عن قلوبهم لوجدتها سوداء صماء لا يصل إليها الخير ولا النور والعياذ بالله، لأن إيمانهم في الظاهر. وهذا في الحقيقة شيء يجب علينا أن نحاسب أنفسنا فيه، لأن بعضنا تجده يكره المعاصي من الناس وينفر منها وينكر عليهم ويسبهم، لكن ما وصل الإيمان إلى قلبه، تجد في عباداته مهملا، لا يحضر قلبه بصلاته ولا ينيب إلى ربه ولا يجد أنه مذنب إذا أذنب، وهذه من صفات الخوارج. ولهذا قال بعض السلف: من قال إن الناس هلكوا فهو أهلكهم، ومن قال إنهم ضلوا فهو أضلهم. ومرادهم بهذا من اشتغل بعيب غيره عن عيب نفسه. هؤلاء الخوارج على هذا النحو ينكرون على الناس ما ينكرون ويشددون عليهم ويجعلون فعل الكبير كافرا وهم أكفر منه، لأن إيمانهم لم يصل إلى القلب بس ينكرون في الظاهر. وهذه المسألة خطيرة، والله خطيرة خطيرة خطيرة، يجب أن الإنسان يعالج نفسه منها حتى يسلم من هذا الشر. وهؤلاء ليسوا في آخر الزمان، نعم في آخر الزمان بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم سبقوا من عهد الخلفاء الراشدين وهم موجودون، بل إن بعضهم في عهد الرسول لكن ما حملوا السلاح. فالذي قال للرسول أن كان ابن عمتك يا رسول الله لما حكم للزبير بن عوام، هذا نوع من الخروج. والذي قال للرسول لما قسم الغنائم اعدل، أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا أيضا نوع من الخروج. يعني هم يقرون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا، ظاهرا يقتدون ظاهرا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم. طيب كيف نحكم عليهم بذلك؟ كيف نعرفهم؟ هذه هي اللي يجب أن يتوقف الإنسان فيها. يعني ورد نحن في نحن ورد فيهم علامات في عهد الرسول، الرسول أخبر بعلامات لهم، منها ما وقع في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مثل الرجل الثديه الذي أخبر الرسول عنه، ووجد في رجال معاوية وغيره. لكن نحن الآن ما نقدر نحكم على هؤلاء بأنهم خوارج، لكن إلا إذا علمنا رأيهم، رأي الخوارج عرفنا أنهم منهم. طيب مثال ذلك: من يرى جواز الخروج على أئمة المسلمين، من يرى الخروج على جواز الخروج على أئمة المسلمين الذين هم مسلمون، فهؤلاء من هذا رأي الخوارج. نعرف أن هؤلاء متشددون في دين الله، لكن دينهم لم يتجاوز حناجرهم، قلوبهم خاوية خالية من الإيمان. كثير من الناس مثل محلقي اللحام والمسبلين يرمون الملتزمين بأنهم أن يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم. لا لا، ما رأي فضيلتكم؟ ما هو صحيح. الفاسق معلوم يرى 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 العدل انه كاف. هؤلاء لا تقبل شهادتهم ولا يقبل حكمه. الفسقه فسقه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.